والآن أحب أن أنا أدعو الحقيقة الأستاذ خالد وحيد لإعلان نتائج تقرير التنافسية للعام 17-18 فيما يخص مصر. صباح الخير جميعا. إحنا اليوم هنعرض نتائج تقرير التنافسية لمصر إن شاء الله، وهنبدأ بثلاث نقاط رئيسية. الأول هنبدأ نبذة حول تقرير التنافسية والجديد في تقرير التنافسية ومواطن الضعف، ونظرة تفسيرية على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي. نبذة حول تقرير التنافسية. الحقيقة تقرير التنافسية مبني على جزئين أساسيين. الجزء الأول هي البيانات الإحصائية من وكالات دولية، والجزء الثاني هو استطلاع رأي بيعمله المنتدى الاقتصاد العالمي الويف، وبيبعته لشركائه في كل دول العالم، زي ما قال عمر بيك مهنا إنه الشريك الرئيسي الشريك الوحيد ليه في مصر هو المركز المصري للدراسات الاقتصادية. المركز المصري للدراسات الاقتصادية مطلوب منه إنه يجمع الاستبيان ده ويعمل عينة من 100 شركة تعكس كل القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل جميع أحجام الشركات، وتكون الشركات نصها مكررة، بمعنى إنها كانت تعامل معها الاستطلاع الرأي العوام السابقة، و50 شركة منها شركات جديدة، وتكون choosing randomly. مين اللي يجيب على استطلاع الرأي بتاع التنافسية؟ هو استطلاع الرأي بتاع التنافسية معمول للقطاع الخاص فقط لا غير، يجيب عنه الرئيس التنفيذي للشركة أو واحد من أهم 5 key players موجودين في الشركة. يعني مش لا يشمل الموظفين الحكوميين الموظفين في الجهات الحكومية ولا الوزارات. الحقيقة مؤشر التنافسية بيقسم الدول لثلاث مراحل تنموية. المرحلة الأولى اللي هي تقوم على عناصر الإنتاج، والمرحلة الثانية اللي هي تقوم على الكفاءة، والمرحلة الثالثة اللي هي تقوم على الابتكار. المرحلة الأولى اللي هي بيعتمد اقتصاد الدولة فيها على عمالة غير ماهرة والموارد الطبيعية. أما المرحلة الثانية اللي هي الدول التي تقوم على الكفاءة، تقوم على تطوير عمليات إنتاج أكثر كفاءة وزيادة جودة المنتج. أما المجموعة الأخيرة اللي هي innovation driven، هي أفضل الدول اللي هي تستخدم عمليات إنتاجية أكثر تطورا وإنتاج وابتكار طويل جديد وابتكار طرق جديدة للإنتاج. دول العناصر زي ما قلنا حضراتكم إنه التقرير التنافسية بيقسم الدول لثلاث مراحل. الدول التي تقوم على عناصر الإنتاج منها بنغلاديش، الهند، كينيا، باكستان، اليمن، أثيوبيا. في مرحلة انتقالية بين عناصر الإنتاج بين دول عناصر الإنتاج ودول تقوم على الكفاءة. في المرحلة الانتقالية دي فيها الجزائر والكويت وأوكرانيا وفيتنام. أما الدول التي تقوم على الكفاءة هي مصر، البرازيل، الصين، إيران، أندونيسيا، الأردن، تايلاند. أما المرحلة الانتقالية في مرحلة انتقالية تانية بين الدول التي تقوم على الكفاءة والدول التي تقوم على الابتكار، فيها الأرجنتين، ماليزيا، لبنان، عمان، السعودية وتركيا. أما المرحلة الأخيرة اللي فيها البحرين وإسرائيل وألمانيا وإنجلترا وأمريكا وقطر والإمارات. الحقيقة المنتدى التنافسية العالمي بيقسم الدول على الدول على ثلاث مراحل تنموية دول على أساس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. يعني مثلا المرحلة الدول اللي في المرحلة الأولى التي تقوم على عناصر الإنتاج هي أقل من $2,000، والدول التي تقوم على الكفاءة من $3,000 ل$9,000، والمرحلة الثالثة اللي الدول التي تقوم فيها على الابتكار بيكون فيها من $17,000 فما أعلى. حساب مؤشر التنافسية. إزاي بيتحسب مؤشر التنافسية؟ مؤشر التنافسية فيه 114 مؤشر فرعي، وبعدين كده بيتجمعوا بيبقوا في 12 ركيزة، وبعد كده بيتجمع ال 12 ركيزة بيبقوا في 3 مؤشرات رئيسية، وبعد كده بيطلع المؤشر التنافسي مؤشر التنافسية العالمي. المؤشرات الرئيسية الثلاثة هي المتطلبات الأساسية، محفزات الكفاءة، وعوامل تطور الابتكار، تطور الأعمال والابتكار. الركيزة المتطلبات الأساسية فيها المؤسسات والبنية التحتية والمناخ الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم. أما محفزات الكفاءة فيها ركيزة التعليم العالي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل
وتطور أسواق المال والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق. أما الركيزة الثالثة اللي هي عوامل تطور الأعمال، في تطور الأعمال والابتكار. الحقيقة المراحل التنموية دول المؤشرات الأساسية الثلاثة بتقسم الدول فيها على أوزان، على كل ثلاث مراحل تنموية على أوزان. الوزن المتطلبات الأساسية في الدول التي تقوم على عناصر الإنتاج هي 60%، ووزن محفزات الكفاءة فيها 35%، ووزن الابتكار وتطور الأعمال فيها 5%. أما المرحلة الثانية، في مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية، والمرحلة الانتقالية الثانية اللي هي تقوم على الكفاءة فيها 40% وزن المتطلبات الأساسية و 50% وزن محفزات الكفاءة و 10% وزن الابتكار وتطور الأعمال. أما الدول التي تقوم على المرحلة الثالثة هي 20% وزن متطلبات الأساسية و 50% وزن محفزات الكفاءة و 30% وزن الابتكار وتطور الأعمال. إيه هو الجديد في تقرير التنافسية ومواطن الضعف في أسلوب التقييم؟ أولاً، من كل سنة لسنة استطلاع الرأي بيجي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وبنتريس الأسئلة بنلاقي فيه أسئلة جديدة في استطلاع الرأي. مثلاً في الأسئلة الجديدة، مثلاً من ضمن الأسئلة الجديدة على سبيل المثال، ما مدى كفاءة خدمة البريد؟ بيبقى فيها سكور من 1 لـ7، غير فعالة على الإطراق أو فعالة للغاية. ومثال تاني من الأسئلة الجديدة، ما مدى تبني حكومتك لرؤية طويلة الأمد؟ لا توجد رؤية طويلة الأمد أو توجد رؤية طويلة الأمد. مواطن الضعف في أسلوب التقييم، أولا الاستطلاع الرأي ده مبني على آراء شخصية فقط لا غير، يعني لا يعكس بيانات حقيقية. الحاجة التانية، في بعض الأسئلة تتسم بالتخصصية الزايدة، مثلا كمثال كيف تقيم السياسة الزراعية؟ السياسة الزراعية دي عشان أعرف أنا أجاوب السؤال ده لازم أكون أنا متخصص ومتبحر في السياسة الزراعية عشان أقدر أجاوب 100% صح على إجابة السؤال ده. في بعض عينة من الأسئلة بتشمل شقين، شق كمثال مثلا كيف تقيم جودة الرعاية الصحية العامة والخاصة؟ هم دول سؤالين يعني العامة والخاصة، فهو بيديك إجابة واحدة، وده طبعا الإجابة طبعا مش هتطلع مظبوطة 100% لأنه بيسأل عن شقين. وفي سؤال تاني بيسألك عن ما مدى جودة شمولية وحياة البنية التحتية؟ طب البنية التحتية مدرجة فيها تحتها 1000 حاجة، فأنا ما أقيم البنية التحتية أوفر أول أكيد هيكون تقييمي مش لو أنا قيمت البنية التحتية 1 by 1. في بعض الأسئلة تتسم بالغرابة، رغم أنه في بيانات دولية واضحة عنها، إلا أنهم في استطلاع الرأي بتاع التنافسية بيسألوا عنها برضو، زي ما هو حجم السكان الراشدين الحاصلين عن شهادة جامعية. أنه البيانات دي موجودة في وكالات دولية وواضحة وبالأرقام، لكن هم بيسألوا الأسئلة دي في استطلاع الرأي. هندخل في البيانات بتاع النظرة التفصيلية على ترتيب مصر في تقرير التنافسية. هنتكلم عن ترتيب مصر في تقرير التنافسية وأداء مصر في المؤشرات الفرعية وتقييم مصر في الركائز الـ 12 بالمقارنة بمتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل وأسوأ المؤشرات والمعوقات التي تواجه أداء الأعمال. أول حاجة، ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الرئيسي. الحقيقة احنا السنة دي تحسننا عن السنة اللي فاتت، كان ترتيبنا السنة دي وصل لـ100 من 137 دولة، والسكور بتاعنا 3.9، هو أفضل من السنة اللي فاتت، أفضل من السنة اللي فاتت. بس الحقيقة بالنسبة لمقارنتنا بالدول اللي موجودة معنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احنا ما تحسناش يعني تحسناش قوي، يعني لسه بعد يعني في المراكز الأخيرة، بعدنا لبنان واليمن، على عكس طبعا دول زي الامارات وقطر في المراكز الاولى. طبعا في احنا قلنا ان الدول بتتقسم لمراحل تنمويه، المرحله التنمويه بعض الدول اللي معانا في المرحله التنمويه احنا برضو فيش تحسن، عدم حدوث تحسن عن السنه الماضيه، لانه زي عدم حدوث تحسن، لسه احنا في المراحل الاخيره زي ما كنا السنه اللي فاتت في نفس المرحله، في نفس مع الدول اللي فيها في نفس المرحله التنمويه. أداء المؤشرات الفرعية، الحقيقة إحنا بنشوف إحنا وصلنا إزاي لـ100 في السنة دي. عندنا 3 مؤشرات رئيسية، مؤشر المتطلبات الأساسية، ومؤشر
محفزات الكفاءة ومؤشر عوامل تطور الأعمال والابتكار. احنا الحقيقة تحسننا في مؤشر المتطلبات الأساسية، وصلنا لترتيب 106 من 117 العام الماضي، وسكور 4 من 3.8 العام الماضي. أما اللي فيه تحسن ملحوظ فهو مؤشر محفزات الكفاءة، وصلنا لترتيب 87 مقابل 100 السنة العام الماضي، وسكور 3.9 مقابل 3.7 العام الماضي. أما مؤشر عوامل الكفاءة والأعمال والابتكار، فإحنا كان ترتيبنا فيه 101 السنة دي مقابل 111 العام الماضي. الحقيقة أن المتطلبات الأساسية دي فيها مجموع، فيها 12 ركيزة. احنا تقدمنا في معظم الركائز، بس التقدم ده ما يعكسش ان احنا تقدمنا في كل المؤشرات الفرعيه، لانه مثلا المؤسسات دي فيها 21 مؤشر فرعي، فاحنا تقدمنا مثلا من 3.6 ل 3.9 حاجه، يعني 0.2 أو 0.3، ده حاجه ضئيله جدا على 21 مؤشر فرعي. وكذلك معظم المؤشرات أو الركائز الـ 12 تقدمنا فيها بـ 0.2 أو 0.3 أو 0.4. تقييم مصر بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللون الأزرق ده لون مصر والجري ده لون الشرق الأوسط. لو بصينا في الجراف بتاع 2017-2018 هنلاقي فيه تطور ملحوظ في الركيزة بتاع تطور سوق المال، وتطور طفيف في حجم السوق. أفضل المؤشرات اللي فيها المؤشرات الفرعية كلها تقدمت هو تطور أداء السوق، وكان تقدمنا فيها ملحوظ، كان ترتيبنا 77 من 111 العام الماضي. أسوأ المؤشرات، هنخش بقى في الركيزة الأولى من أسوأ المؤشرات، هنلاقي حماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية سرعة السياسات الحكومية من أسوأ المؤشرات. أسوأ المؤشرات معنى أنه ترتيبها من 121 ل 137. هنلاقي حقوق الملكية الفكرية وشفافية صنع السياسات الحكومية للأسف من أسوأ المؤشرات الموجودة عندنا السنة دي والسنة والعام الماضي في تقرير تنافسية 2016-2017. لو جينا للركيزة الثالثة اللي هي مناخ الاقتصاد الكلي، هنلاقي عجز ميزانية الحكومة ومعدل الادخار القومي ومعدل التضخم والدين الحكومي من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا في تقرير التنافسية السنة دي وتقرير التنافسية العام الماضي. وكمان معدل التضخم معانا من أسوأ المؤشرات من 2010-2011 قبل الثورة. هنيجي للركيزة رقم 4 اللي هو الصحة والتعليم الأساسي، هنلاقي جودة التعليم، مؤشر جودة التعليم الأساسي من أسوأ المؤشرات موجودة عندنا السنة دي وتقرير التنافسية السنة الماضية، وبرضو معانا من 2010-2011 تقرير التنافسية 2010-2011. هنيجي للركيزة رقم 5 اللي هو التعليم العالي والتدريب، هنلاقي للأسف جودة نظام التعليم، جودة مواد الرياضيات والعلوم، جودة كليات الإدارة والإتاحة المحلية لخدمة التدريب المتخصص، دول من أسوأ برضو المؤشرات في الركيزة رقم 5 هذا العام والعام الماضي، وبرضو في المتكررين معانا من 2010-2011 فيما عدا الإتاحة المحلية لخدمة التدريب المتخصص. لو جينا للركيزة رقم 6 اللي هي كفاءة السوق، هنلاقي الجمارك من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا السنة دي والسنة الماضية ومن قبل الثورة 2010-2011، وطرق حاجات جديدة السنة دي بقت من أسوأ المؤشرات، هو أصل القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر والواردات كنسبة من الجي دي بي، دول وردوا السنة دي من أسوأ المؤشرات. أما الركيزة السابعة فهي كفاءة سوق العمل، هنلاقي تكلفة الفصل من العمل ومشاركة الإناث في سوق العمل برضو من أسوأ المؤشرات موجودة في تقرير السنة دي وتقرير العام الماضي وتقرير 2010-2011. هنيجي للركيزة رقم 10 اللي هي حجم السوق، هنلاقي الصادرات كنسبة من الجي دي بي برضو من أسوأ المؤشرات موجودة عندنا السنة دي وتقرير تنافسية العام 2016-2017. آخر ركيزة اللي هي الابتكار، هنلاقي القدرة على الابتكار وجودة مؤسسات البحث العلمي من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا في تقرير السنة دي وتقرير العام الماضي.
المعوقات التي تواجه أداء الأعمال. هنلاقي من أسوأ المعوقات اللي موجودة عندنا عدم استقرار السياسات والتضخم والفساد والبيروقراطية وجودة العمال في المصانع برضو من أسوأ المؤشرات. يعني لما نيجي نقارنهم بالعام الماضي تقرير التنافسية العام الماضي هنلاقي أن التضخم والفساد وعدم توافر عمالة ماهرة زادوا في تقرير السنة دي زادوا سوءا عن تقرير التنافسية العام الماضي. لو قررنا نفس المعوقات